بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الجمعة الماضي حدث حادث مروع للمسلمين في مساجد نيوزيلندا، وقد قتل أكثر من 50 مصليا يسجدون لله. ونحن بداية سنقف دقيقة قدادا على أرواح هؤلاء الشهداء عرفانا منا وتقديرا لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يشهدون لله سبحانه وتعالى. فحضراتكم بمشيئة الله نقف حديث دقيقة قداد ثم نبدأ حديثنا بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يزيد الكريم بجلاله وعظيم سلطانه. نحمدك يا الله في كل شيء أردته، لقد أدمت قلوبنا جميعا وهزت مشاعر الإنسانية جمعاء في كل بقاع العالم. كل رجل شريف وكل دولة شريفة اهتزت مشاعرها لهذا الحدث العظيم. وقد تحدثت مصر كثيرا عن الارهاب وخطر الارهاب، فالارهاب لا وطن له ولا دين له، لا دين له، لا يعترف لا باسلام ولا بمسيحيه ولا بيهوديه، ولا يعترف باي دين، كذلك لا يعترف باي وطن، فهو لا وطن له ولا دين له. الإرهاب في كل مكان يضرب الدنيا كلها. الإرهاب والإرهابيون هم أبقى قلوبهم قاسية، قلوبهم لا يعرفون لله إلا ولا ذمة، دائما يقتلون ويخربون ويدمرون. وقد حذرت مصر كثيرا منذ سنين من خطر الإرهاب عندما بدأ الإرهاب يضرب الدول العربية والدول الإسلامية بخاصة. ونحن للأسف الشديد نرى دولا كثيرة تقف وراء هذا الإرهاب، ومنظمات كثيرة تقف وراء هذا الإرهاب تسانده وتؤازره، على الرغم من أنها تعلم جيدا أن الإرهاب سيطولها. وها هما الإرهاب في نيوزيلندا، هذا البلد البعيد الذي لم نتصور ابدا ان يحدث مثل هذا فيه. المسلمون يصلون الجمعه وهؤلاء الارهابيون يقتلونهم وهم يسجدون وهم يصلون لله سبحانه وتعالى، فلا دين لهم ولا شرف لهم. نحن جميعا لا بد ان نعي ونفهم، ولا بد ان نعقل جميعا ان الارهاب هو شواذ خرجوا للأرض ينشرون فيها الفساد وينشرون فيها البغي، وهم لا يعرفون لدين ولا ينتمون إلى خلق، فدائما الأخلاق بعيدة عنهم جميعا. مصر حماها الله وحفظها الله، هي التي قادت معركة مقاومة الإرهاب ووجهت للعالم كله هذا النداء، واستطاعت مصر بعظمة الله سبحانه وتعالى وبمساندة جيشها وشرطتها أن تقف وراء أمام هذا الإرهاب البغيض. مصر العظيمة، مصر دولة الأخلاق ودولة القيم ودولة المبادئ، تعلم العالم كله كيف نتعامل، كيف يتعامل البشر مع بعضهم. وللأسف الشديد كما قلت هناك دول بعينها نعرفها جميعا تقف وراء هذا الإرهاب تسانده وتؤيده. فنحن هنا في مصر نتوجه بالتعزية لكل شهداء
المسجد في نيوزيلندا ونتحدث عن خطر الإرهاب وعلى كل واحد منا أن يعي تماما وأن يفهم تماما خطر هذا الإرهاب البغيض. وندعو جميعا بأن يحمي الله مصر والعالم كله من خطر هذا الإرهاب. ونثني ونقف جميعا وراء جيشنا ووراء شرطتنا بقوتها في محاربة هذا الإرهاب البغيض. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.